كيفاش نعملوا بيرج بالنسبه للامبونسانك دي سي هذا؟ عندنا ورد ترموستات فما بيرجر هنا يعني منفس تاع هواء هنا، ومن الافضل يكون البارد والمحرك ما يخدمش. نصبوا لها، احنا نصبوا لها في الماء اللي هو مصفى هذا يعني خالي من الاملاح، نصبوه كي ركبوا الموتور نصبوه هو الاول باش نشوفوا به فما شفويت، ونعملوا به كي الرنساج للموتور من الداخل، وبعد نصبوا لها الماء الاصلي. هذا ماء مصفى حاض سبيسيال يعني خاص، مش ماء حنفيه، ماء مصفى خاص. ونشوفوا هنا نتبعوا نشوفوا الماء لين يخرج من البرجر، ونكون حل الشفاج يا علي في الاحمر حطه كنا لازم تحط فماش خليه، ونحلوا البرجرات نتاعها اللي هما اذا كان عندك شفاج مثلا مانيال يعني يدوي تحطه في الاحمر باش الماء يدور لداخل، وبعد سكره يعني الدنيا صيف سكر باش الماء يدور لداخل ويسكر. هنا نستنوا الماء لين يخرج، نصبوا الماء نستنوه لين يخرج، ديما في البارد، ديما احنا في البارد قبل ما نخدم. هنا خرج سي بدا خرج سي، هنا ذاك الماء القديم الاحمر تو هكاك خرج، نوقف عليه يعني خمس ترات جاو مضبوطين بالنسبه للماء اللي هو مصفى. خدم عمال. وبعد نخدم ونشوف خدم ايه ما شاء الله. هذه اول ما شاء الله هذه اول مره الموتور يخدم. شوفوا هنا شوفوا الماء فرق هذا يعني الفلان بتاع 1.5